قديماً متحشياً فأين شبابنا من هذا المثل؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمثال الثاني الذي يضربه القرآن الكريم للفتيان والشباب هو نبي يوسف عليه السلام، إنه يحكي ما رآه لأبيه قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى: ورادته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقها